لقد أذنت لكم أن تخرجوا لتحتفلوا بعيدكم. شكرا لك يا إلهنا. هل ما سمعته يا مولاي صحيح؟ وماذا سمعت؟ هل أذنت لليهود بالخروج من مصر حتى يحتفلوا بعيدهم؟ نعم. ومنذ متى كان لليهود عيد؟ اتركهم يحتفلون قليلا، فعمليات البناء قد قلت. لا تأمن للعبيد يا فرعون، إنهم خائنون. ألم تذكر ما حدث عندما كان إلهنا فرعون الأكبر على قيد الحياة؟ لقد تحالفوا ضده. إذا كان في نيتهم شيء غير هذا الاحتفال، فستكون هذه نهايتهم. سوف تتركني أعاقبهم إن فعلوا شيئا يا مولاي. كيف يا موسى ستخرج بنا من مصر ولم يؤمن بك إلا القليل منا؟ إنني أخاف عليك من العبيد، إنهم ماكرون. وأخبرهم موسى أن الله أمره أن يخرج بالعبيد ولن يعصي لله أمره، وأنه مؤمن بأن الله قد حدد الميعاد المضبوط لخروج العبيد. وأخبرهم أن فرعون قد ضعف بعد أن أصاب مملكته الفقر، وهذا أنسب وقت للخروج من مصر في ظل انشغال فرعون بأموره الداخلية. إذن فلنسرع بالخروج يا موسى قبل أن يعرف فرعون وملأه أمرنا. لا أصدق أنني أرى آخر غروب للشمس من أرض مصر. أخيراً جاء اليوم وسنتحرر من العبودية. إن الفضل يعود لموسى وإلهه. ما أشجعه رجل. هل تعلمين أنه يصعب على بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. صدق الله العظيم. إني أشعر أنني سأموت قبل أن أؤمن بموسى. وأنا كذلك، ولكن إن كان موسى نبيا حقا فسوف يحمل وزرنا عنا، لأنه يقول لنا كلاما لا أستطيع تصديقه. وهل تصدق ما يقول؟ إنه يلعب بعقولنا ويحسب أننا خرجنا معه لأننا آمنا به. لا يعلم أننا نريد الفرار فقط من فرعون وبطشه. مسكين، لا يعلم الحقيقة.
دعه على جهله حتى يخرج بنا من مصر. كان موسى يعلم، ولكنه يطيع أمر الله فيه. وكان فرعون وجنوده وقومه يعلمون أن العبيد خارجون لعيد لهم، ولكن انكشف أمر موسى لفرعون. لقد جعل موسى العبيد يكذبون على إلههم، وقالوا إنهم خارجون لعيد لهم وهم خارجون من مصر إلى الأبد. إن من يدعي أن له إلهاً يحرض عبيدي عليه. وماذا سنفعل مع العبيد؟ هل سنتركهم يخرجون من مصر؟ سيعودون إلى مصر أذلة بدون نبيهم موسى. كيف؟ سنذهب وراءهم بجيشنا. إن عدد الجنود لدينا هنا قليل. إذا نرسل في المدائن حاشدين ونبعث في طلب الجنود من كل أنحاء مصر. وهل نرسل في حشد الجنود من أنحاء مصر لأجل شرذمة من العبيد؟ مولاي، اتركهم ليخرجوا من مصر. أنت تعلم أن البلاد تمر بأزمة. ستزداد الأزمة بعد أن يخرجوا. إنهم عمالة رخيصة وجبانة، ولن نجد عبيدا خيرا منهم. بلى بلى. هيا يا رئيس الجيش، ابعث في طلب الجنود من أنحاء مصر. إن العبيد قد كذبوا علينا، وإنهم لنا لغائظون. يجب أن تمنعي فرعون من الخروج وراء موسى والعبيد. ولماذا أمنعه؟ دعيه يخرج وراءهم ويعود بهم وفي أيديهم وأعناقهم الأغلال. إن الله هو الذي حررهم، ولن يستطيع فرعون أن يستعبدهم مرة أخرى. سيعود بهم فرعون وسترين. قلبي يحدثني أنه لن يعود إلينا إذا خرج وراءه. وأنا قلبي يحدثني أنه سيعود بهم سجدا لهم. نفرتاري، إن المملكة تسقط، وكل هذا بسبب كفر فرعون بالله ونبيه موسى. موسى، طفلك الجميل الذي تربى في قصر فرعون ويريد القضاء الآن عليه. إنني أشك أنك وراء كل هذا. اتقي الله يا نيفرتاري، لا تظلمني. سيعود العبيد بدون موسى. هيا عودي إلى حجرتك، إني أريد أن أنام قليلا. اسمعي، نسيت أن أقول لك إن فرعون وعدني بقطع رأس موسى وهارون وإهداء رأس موسى.